بس ممكن بس ممكن يجي. لا سياسين ايش قلنا؟ قلنا ما يمشي 12 سياسين. مشاهدينا الكرام، تابعي قناة شوفت دي، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. اليوم معايا واحد السيدة عندها مشكل انها كانت كاري واحد الروض في مدينة اسفي وما بقاتش قادرة انها تخلص، وما غتعاود لنا هي التفاصيل، لان التفاصيل عندها غير هي اللي غتعاودها لنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. انت غتعاود لي التفاصيل ولكن بدون ديك الاسماء، ما غتذكري لي. عرفت ما عندكش اسماء. المهم انا كنت في الاول كانت كارية واحد المدرسة، واحد المؤسسة، وخدمت فيها مدة أكثر من 8 سنين، وأنا كنخلص بدون مشاكل. واحد السيد كان قدامي عنده نفس المشروع، يعني عنده تا هو مؤسسة ديال التعليم الأولي، كانت عنده واحد المنافسة غير شريفة، وقدمني في الأول القيد، ومن مشيت للقيد قدمت ليه. المشكل اللي عندك معاه؟ المنافسة ديالو أنك يقول لك ما تخليش التلاميذ ما ديرش بحال نفس المشروع ديالي. كيقول لك لا انت علاش جيتي اليوم لهذا بالضبط لهذه المنطقه ودرتي فيها هذا المشروع؟ وقدمني للقائد وقدمت الوثائق ديالي، وكان سعيد سعاده القائد قال لي صافي بقى. شويه انت هذا الراوت هذا معند بن كريتي دابا؟ هذا لا ماشي هذا، هذا كريتو مع واحد السيده، واحد السيده من اسفي. ماشي هذا، ماشيش هذا، في اسفي. في اسفي من كريتو كنخلصها 8 سنين بدون مشاكل، خدامه بخير وعلى خير. كان عندي الوالد شي واحد كنقول لي يعطيني شي ريال، ولكن هذا السيد تابعني بزاف ديال الامور، يعني كان ديما كيدير عليا ضغوطات، كيحرش الناس بزاف، لدرجه انه قلت قدم لي القيد وما ما ما قدمت الورق ديالي. قال لي ساعد القائد سري خدمي، راه انت خدامه قانونيا غير سري خدمي. عاود هاد من بعد من هذا الشيء جات قائده اخرى عاود قدمني، وكان هذيك الساعه كان عنده يد مساعده، يعني انهم اضطروا اثروا عليا بزاف، وقفوا لي لدرجه القائده كانت طلبت مني الوقف. دابا حنا عاودين المشكل اللي طريتك ديالك، انك ما بقيتيش قادره من تما، ما بقيتش كنقدر نخلص كرا، يعني هو هذاك المشكل ديالو، هذاك المشكل ما بقاش كنقدر نخلص كرا. جات المشكل ديال كورونا تسدي ثاني، ما بقاش زاد تازمت اكثر، ما بقاش نخلص كرا، اضطريت انني ناخذ الكريدي من توفيق، كنت كنخلصو. اسمح لي، المهم خديت كريدي من كريدي الاول، كريدي الثاني، كريدي التالي، غير كنزيد نوعس الامور، لدرجه سدي دابا 3 سنين وانا شتسد ديك المدرسه، وجيت هنا وليت بان كنحس براسي بحال مسجونه. انا حري، انا فعلا حره كنمشي، ولكن ما كنعس لا ليل نهار، دائما كنفكر كيفاش غيوقع ليا، شنو غادي ندير. المهم باش نزيد الكريدي جيت عاوتاني نزيد الكريدي، كريت هذا المحل لانه ب70000 ريال، ومازال بحا كنحاول التجهيز، كتشوفوا تجهزت على قد الحال. لا ما عنديش، عندي غير الوالده كتعاني معها مريضه في القلب. شنو الرساله ديالي؟ هو انا كنوجه الاخوان المغاربه باش انهم يشوفوا من الحال ديالي، يقول لك لا راه الكريدي هو ريبه وداك الشيء، ولكن انا اضطريت الانسان ملي كيكون المرض كيكون الكرا كيكون المصاريف كيكون الانسان فوق الطاقه ديالو، ما كيبقاش كيقدر يتحكم في شي حاجه، يعني انه كيقدر يدير اي حاجه، ولكن لقيت براسي انا ما باغاش، انا باغي غير نخدم، مش باغي نمد ايدي لشي واحد. المهم انا باغي غير نخدم، وانا المهم كنشوف الحال ديالي وانه يلقاو لي شي حال وصافي. رقم التليفون ديالك 07 04 88 88 73.